لتعليقي على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك استاذ نظير. حياكم الله. الثوار يؤكدون انتهاج سياسه تصعيديه سلميه دائما لتحقيق اهداف ثوره تشرين، كيف تصف هذه الانتهاجيه للسياسه السلميه، الاستمرار في سلميه هذه الثوره، مهله وطن ربما تلحقها يعني امور اخرى، كيف تنظر اليها؟ والله يعني المتظاهرين العراقيين يعني حقيقة ضربوا مثلا أعلى لكل الشعوب بإصرارهم على السلمية، بحيث أنه دخلنا الشهر الرابع ورغم القتل ورغم الاختطافات ورغم كل الأساليب القمعية التي اتخذها النظام والميليشيات ما زالوا محافظين على سلميتهم ولا يريدون استبدالها بشيء آخر، بالرغم أن الشعب العراقي قادر على أن يحولها إلى شيء آخر كما يعني يظنون، ولكن هو يريد أن يضرب مثل أعلى لشعبنا العراقي ولباقي الشعوب ولهذا النظام القمعي بأن قمعكم لن يستطيع أن يتغلب على سلمية هؤلاء المتظاهرين. أنا أقول لك الوسائل السلمية ليست هي يعني قليلة الحيلة في إسقاط الأنظمة، عندما يصر الشعب على سلميته ويصعد في هذه العمليات السلمية ممكن أن يصيب هذا النظام بشلل إلى الدرجة التي ممكن أن ينهار فيها النظام. أنت كما تعلم أخي الكريم النظام يعني يعتمد على الموارد الاقتصادية، هو يعتمد على المواصلات ويعتمد على كل هذه الأمور لتسير هذا النظام، فإذا ما تم قطع الجسور، تم قطع الشوارع، تم قطع يعني استحالة الوصول إلى الموانئ البحرية، استحالة الوصول إلى منابع النفط، كل هذا ستعجل بإسقاط هذا النظام يعني إذا أصر المتظاهرين على ذلك. نبقى في هذه النقطة أستاذ نظير، كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد السلمي الذي بدأه المتظاهرون اليوم بعد انتهاء المهلة، كيف سيؤثر على الواقع السياسي لو نتحدث عمليا؟ يعني الحقيقة لن يؤثر الآن، هو أثر منذ بداية يعني هذه التظاهرات في 1 تشرين. نتحدث آنيا ربما على تسمية رئيس الوزراء أو لا؟ الحقيقة أي تغييرات أخرى؟ التغيير الذي حدث بالنظام السياسي تغيير جوهري حقيقة، النظام السياسي لن يكون كما هو ما بعد هذه التظاهرات، والنظام هذا السياسي إذا ما أراد أن ينجو من السقوط فعليه أن يغير تغييرات جوهرية، وإلا فإن هذا المسلسل المستمر بقتل الناشطين، قتل المتظاهرين والتعامل بعنف ضد هؤلاء المتظاهرين لن يؤدي إلى إنقاذ هذا النظام، بل يعجل بسقوطه. الآن أصبح المتظاهرين عامل حاسم في كل الصراعات السياسية، عندما يعني كم رئيس وزراء تم إفشاله في التظاهرات، يتم تسقيطه من خلال رفع صوره وعليه علامة كروس ولا يصلح كرئيس وزراء، معناه أن هؤلاء الشباب أصبحوا مؤثر سياسي فاعل في العملية السياسية، ولكن هم يحاولون أن يعني يفبركون الخطط عليه لتمرير ما يريدونه. اليوم تم يعني التسريب اسم رئيس الوزراء الجديد اللي هو اسمه محمد علاوي أو محمد توفيق علاوي، بحيث انه يعني ما كل المعايير التي ارادوها المتظاهرين لا تنطبق على هذا الرجل، هذا مرتين كان نائب واحدى المرات كان وزير المواصلات، وكل هذا هو ايضا محمد توفيق علاوي اعلن بعدم قبوله لهذا الترشيح لانه لا يريد ان يتورط، من يتورط في رئاسه الوزراء في هذا الوقت؟ القوات الحكوميه والميليشيات تتعامل بقوه مميته مع المتظاهرين، لا هي تريد تلبيه مطالب المتظاهرين ولا هي يعني ملتزمه بالمعايير الدوليه للتعامل مع التظاهرات السلميه، مع ان العالم كله يراقب ما يجري في العراق، كيف تنظر الى تداعيات هذا التعامل بالقوه المفرطه؟ أنا أقول لك هذا النظام يعني ينطبق عليه الكلام والحكمة التي تقول من أمن العقاب يعني أساء الأدب قتل. يعني اليوم أنا قرأت تصريح لأحد النواب، ماذا يقول؟ يقول بأن النظام العالمي أو المجتمع الدولي لا يريد إسقاط هذا النظام وهو مضطر لدعم هذا النظام، وإلا فإن سقوط هذا النظام سيؤثر ويجعل هناك فوضى
هم لا يريدونها، وكأنما يريد أن يعطي رسالة يا متظاهرين بأن نظامنا باقي بتأييد المجتمع الدولي، وهذا كلام باطل. حقيقة النظام إذا ما سقط لن تكون هناك فوضى، وهؤلاء المتظاهرين فيهم من الكفاءات بأن يديروا نظام سياسي جديد على أفضل ما يكون، ويحاول أن يتحدث عن باقي المجتمع الدولي بأنه هم داعمين لنظامه، والحقيقة ليست كذلك، هم يبحثون عن مصالحهم، لكن الكلام يوجه إلى المجتمع الدولي، المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي. لماذا ترون المتظاهرين يقتلون يوميا ومع ذلك تكون هناك يعني استهجان خجول ولا يرتقي إلى دعم لهذه التظاهرات؟ هؤلاء يعني أزلام هؤلاء النظام يعني يستمدون القوة من التغاضي عنهم من المجتمع الدولي، من عدم يعني توجيه النقد لهذا المجتمع الدولي، لذلك هم يعني ماخذين راحتهم في اضطهاد هؤلاء المتظاهرين. أستاذ نظير، إلى أي مدى تظنون أن الجهات الحكومية أضاعت فرصة للاستجابة للمتظاهرين خلال مهلة وطن التي حددها الشباب؟ ليست هذه حقيقة، ليست هذه هي الفرصة التي أضاعوها فقط، إنما أضاعوا فرص كثيرة. قبل مظاهرات 1 تشرين يعني ألم تكن هناك تظاهرات سلمية بمعنى الكلام؟ وأيضا كانت تظاهرات لا ترتقي إلى أسقاط النظام، مجرد تظاهرات لطلبات خدمية، مع ذلك كانت هناك استهجان لهذه التظاهرات من قبل النظام، وتعاملوا معها بالبطش وتعاملوا معها باللا أبالات. كذلك هذه المهلة، الآن وصل المجتمع العراقي إلى مرحلة أنه لا يوجد حل إلا بالخروج إلى الشوارع وإبداء الرأي بكل قوة وبطريقة سلمية. هذا النظام لا نتوقع منه استجابة للمتظاهرين، وسوف يستمر على هذا المنوال، لأنه لا يوجد لديه شيء يعطيه للجماهير، فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. هذا النظام لا يستطيع أن يعطي شيء سوى أن يتنحى عن الحكم، هذا هو الحل الوحيد الذي ممكن أن يقدم هذا النظام للمظاهرين. هناك اتهامات يعني الآن بدأت تظهر ما بين القوى السياسية، ما بين المشتركين في العملية السياسية بقتل المتظاهرين، أحدهما يتهم الآخر، بهاء العرجي يتهم يعني شخصيات من مكتب عادل عبد المهدي بقتل المتظاهرين قتلا عمدا. كيف تنظر إلى تداعيات ذلك ويعني أثره على علاقة القوى السياسية مع بعضها البعض؟ يعني أنا والله يعني أريد أن أشبهها مثل يعني العصابة عندما تسرق وتتقاتل على الغنائم. الآن لا، التشبيه مختلف، هؤلاء السراق القتلة الآن يحاول كل واحد من عندهم أن يرمي تهمة قتل المتظاهرين على الآخر، وبهاء العرجي يقول أن قرارات قتل المتظاهرين أو التعامل معهم بعنف صدرت من مكتب عادل عبد المهدي، وهو كلام صحيح، لكن بالمقابل هل الميليشيات لم تفعل نفس الشيء؟ نفس الشيء، يعني للأحزاب لم تفعل نفس الشيء، الجميع مشتركون بهذا الدم الذي أريق في ساحات التظاهر، الجميع مشتركون في هذا الفساد، مشتركون في هذا القتل، لذلك الآن كل واحد يعني يريد أن يتخلص من هذه التهمة ويرميها على صاحبه، لكن بالحقيقة هم جميعاً مشتركون في هذا الدم وجميعاً مشتركون في هذا الفساد المستشري في مؤسسة هذه الدولة. الكاتب والباحث السياسي أستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم، كنت حاضرا معنا في استوديو الرافدين. شكرا لك أستاذ نظير.